هذا وشهد اليوم الثاني من منتدى الأمن الإقليمي حوار المنامة بنسخته 19 حضورا لعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين من مختلف دول العالم، حيث أكدوا على أهمية انعقاد المنتدى في ظل ما يواجهه العالم من تحديات أمنية مختلفة. حوارات ومناقشات عميقة ومركزة اشتملت عليها جلسات حوار المنامة في يومه الثاني، حيث ناقش المتحدثون العديد من القضايا الأمنية الدولية والإقليمية التي شغلت الرأي العام الدولي في الآونة الأخيرة. إنه وقت صعب ونحن نحتاج بعضنا البعض لحل هذه المشاكل، ولذلك موضوع الشراكة في غاية الأهمية. لهذا ترغب الناتو بالتواصل وتعميق علاقتها مع شركائنا، وربما أيضا توسيع الشركات لتضم شركاء جدد لم نعمل معهم سابقا، لأنه من الضروري علينا جميعا أن نحل المشاكل الصعبة وحالة عدم الاستقرار التي نمر بها. تحدثنا عن كيفية وقف ذلك، ونعلم أنه خلال سنة أو سنتين أو خمس سنوات سنواجه اضطرابات أخرى، وكلنا نتفق أنه حان الوقت لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إطار حل الدولتين. والكثير من النقاشات اليوم كانت حول الوصول إلى هذا الهدف، وكيف يمكن للمجتمع الدولي والغرب والعرب كشركاء، وماذا عليهم القيام به ليتمكن الفلسطينيون من الحصول على حقوقهم المشروعة. كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال افتتاح المنتدى حازت على اهتمام جميع الحضور والمتابعين لهذا المنتدى لما احتوت عليه من مواقف مهمة وآراء موضوعية حول العديد من القضايا. يعني طبعا أهم شيء حدث حتى الآن في هذا المؤتمر هي كلمة سمو الأمير ولي العهد، لأنه طرح مواقف جريئة ومدهشة بصدقها. يعني فعلا كان هو أخذ كل الأضواء، كليتنا بنحكي عن الكلمة اللي طرحها مبارح بالليل، ومن بعدها انفتح الحديث على أشياء أجرأ، على أشياء أكثر يعني دقة، والأمور اللي عم نبحث بأفكار جديدة كيف نتحرك إلى الأمام، مش بس كيف يعني نتكلم عن الماضي. جلسات حوار المنامة تطرح بين صفحاتها عقد النقاشات للأزمات والتحديات المركبة والصعبة التي تواجه المجتمع الدولي، وتبحث بتفاصيل دقيقة أسبابها وطرق حلها بكل مهنية وموضوعية. مجمل ما تناولته جلسات حوار المنامة في يومه الثاني حظي بتفاعل كبير من قبل المشاركين، نظرا لما يطرحه من آراء وأفكار متعددة تطمح جميعها لحلحلة ما يواجه دول العالم من تحديات وصراعات عديدة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.